عدنا مرة أخرى مشاهدينا ولازلنا في حوارنا مع المحامي الأستاذ ياسر سيد أحمد. أهلا بحضرتك مرة أخرى بجد، ترحيبي بك يا فندم. طيب توقفنا عند قضية التخبر ولسه في فتح السجون ولسه في الاتحادية، احنا لسه لم ننتهي من قضية التخبر بعد، بس خليني أسأل حضرتك كده في وسط الكلام، الإخوان أعلنوا جماعة إرهابية رسميا. تمام. خلاص قبل كده يعني الاتهامات تحولت في النيابة العامة المتهمية من انتمائهم لجماعة محظورة إلى انتمائهم لجماعة إرهابية، الفرق بين الاتهمتين دول إيه؟ والله هو دي مشكلة حتى مواجهنا دلوقتي في موضوع تعامل النظام السابق الأسبق بقى معاهم. نظام مبارك اللي كان حاضرهم نظام مبارك وقال عليهم إن هم جماعة محظورة بأنها جماعة دينية هدفها ديني، محظور أن تتحدث في السياسة. ده مفهوم محظورة انها ما تتكلمش في السياسة، بس هي جماعة دينية. على الرغم من ذلك كنا نلاحظ ان نظام مبارك كان بيسيب لهم برضو فرص. ده سيب لهم فرص. الدليل على كده ان كل مصر مقتنعة بما فيهم الحزب الوطني بان تم تزوير انتخابات 2010 بتاعت مجلس الشعب اللي نجح فيها فصيلين بس، الحزب الوطني والجماعة المحظورة 88 مقعد ليهم. ازاي حاضرهم انا ما اعرفش. فهنا كان محظورة اسمها كده محظورة، مش في الـ في الـ في السياسه بيتكلموا في الدين فقط، وكان لسه اسمهم الجماعه الاخوان المسلمين. جينا بعد كده في الفتره الانتقاليه فوجئنا بان هذه الجماعه المحظوره او قبليها في نظام مبارك، في اخر حاجه في نظام مبارك يوم 30 يناير 2011 يجلس معهم نائب رئيس الجمهوريه المرحوم عمر سليمان بتمثيل الهارب سعد الكتاتني والهارب محمد مرسي من السجون اللي قال عليهم عمر سليمان نفسه الله يرحمه في المحاكمه، في محاكمه مبارك الاولى، بان هم متهمين بان هم دخلوا عناصر اجنبيه داخل البلاد. وانت تعلم ذلك من يوم 27 يناير واعلمت الجهه السياسيه والامنيه في البلاد في هذه الفتره. تمام. ازاي تقعد معهم؟ دي حاجه، رغم ان هي جماعه محظوره. تاني علامه استفهام. الفترة الانتقالية جه المجلس العسكري مسك البلد، فوجئنا بانه هو بيقعد مع كافة الفصائل اللي كان منهم الاخوان المسلمين، ما كانش حد في الفترة دي يقدر يقول ان هم بقى محظورة عشان كان النظام اللي حاضرهم سقط. لكن ككل الجماعات عليها علامات استفهام بما فيها الاخوان المسلمين والجماعات الدينية. وعملوا لهم احزاب سياسية، لا ده انت مش هتتكلم في السياسة بس، لا ده انت ليك حزب سياسي تتكلم فيه. فسمحوا لهم بتكوين احزاب سياسيه. من خلال الاحزاب السياسيه دي دخلوا الانتخابات وقدروا يخشوا المجالس النيابيه ورئاسه الجمهوريه. بعد كده بعد سقوطهم اعلنت جماعه ارهابيه مش محظوره، ارهابيه يعني تمارس اعمال الارهاب. يعني في نصوص في قانون العقوبات بتحظر، مش بتحظر التعامل، بتعاقبهم بقى على ما يفعلون. تمام. فهنا ارتقت المسألة من حظر، مش من مجرد حظر في الحديث إلى السياسة. تمام. إلى اتهامات بالترويع والبلطجة والقتل بما يؤدي العقوبة بتاعته إلى الإعدام. فأنت جاي لي هنا من جماعة محظورة أصبحت جماعة إرهابية. جماعة إرهابية يعني منصوص عليك في قانون العقوبات بإن أنت تاخد اعدام في ممارساتك اللي انت بتعمل. ممارسات ارهاب وترويع. يعني اذا الان الجماعه من المفروض ان ادله او الاتهامات الموجهه اليها ان هي جماعه ارهابيه، يعني ترويع، يعني قتل، يعني بلطجه، يعني ممارسات خارج عن المالوف في الشارع المصري. وده بيسبب مشكله في حته معينه كان اثرها احد محاميهم، انه بيقول انتوا ازاي لسه بتقدمونا للمحاكمه وانتوا حاكمين علينا من الاول بان احنا ارهابيين. طب يا فندم يعني طب ازاي؟ هو بيقول كده كيف تحاكمون عن أفعال وقد أصدرت الدولة المصرية أصلا حكم علينا بأننا إرهابيين. دي كان مسار برضو جدل وما عندهم حق في كده. أنا يعني أنا مقتنع بقى بحاجة، طالما خلاص أنا أعلنت إن دي جماعة إرهابية، إذن مكتب الإرشاد كله يعدم، لازم محاكمة على طول كده، يقدم بتهمة الإرهاب. مش لازم استنى. الادله بقى موجوده، يعني ادله الثبوت كده موجوده خلاص. والا ليه ما اعلنتونا جماعه ارهابيه؟ حضرتك شايف هم ليه اعلنوهم جماعه ارهابيه دلوقتي في هذا الممارسات اللي تمت بعد 30/6 ليهم
من الأعضاء الخاصة بهم في كافة الأحداث تجعل أن هذه الجماعة جماعة إرهابية. تمام. هم فقدوا اتزانهم تماما بعد هذا الإعلان، وبيفقدوا اتزانهم تدريجيا عندما أيضا يعني يكون في جلسات لمحاكمة رئيسهم. في على الجانب الآخر في عدد كبير من المتهمين في أحداث رمسيس ومجزرة كرداسة الشهيرة، طبعا تم إخلاء سبيلهم، ده غير كده في خدوا براءة، وفي ناس وخدوا براءة. الناس بقى يعني المواطنين العاديين غاضبين غضب شديد من ان دول يعني ليه ياخدوا براءة، ده كانت مجزرة قدام الناس كلها. القصة كلها بقى هنا ترجع لبداية القضية، ان القضية كلها ما بتبقاش مجرد الورق اللي تقدم قدام القاضي نبدأ نحاكم، ده من قبل كده اللي هو بداية الأحداث، بيرجع إلى كيفية القبض على الناس دي وكيفية الاتهامات الموجهة إليهم بناء على إيه. بتبدأ من مأمور الضبط القضائي اللي هي من الشرطة. تمام. الشرطة هنا أنت المفروض بتقبض على اللي قام بالفعل الإجرامي قدامك، وبتقول ان ده عمل الفعل الاجرامي ده بناء على 1 2 3، فانا بالتالي ابط عليه. يعني مسكت سين من الناس بسلاح، يبقى السلاح ده متحرز معاه، وفي لو في تصوير موجود، خاصه الفتره دي كلها كان فيها تصوير، فيديوهات، شهود، في افعال اتاها هؤلاء المتهمين بالظبط، اللي محرز سلاح محرز، المحرز ذخيره محرز، اللي معاه المنشورات بتاعتهم الخاصه فيهم في المظاهره جايبه، اللي داعي للمظاهره انت جبته، او لل كل ده. ما هو ده اللي انا اقصده يا فندم، احنا كل ده شايفينه قدام عينينا. فين بقى الكلام ده من الشرطه؟ جابته ازاي؟ المشكله بقى اللي بتواجهنا دلوقتي، وانا خارج من عندك النهارده رايح اترافع في احدى القضايا الخاصه بحاجه زي كده بدون تناقض في المواقف، لان للاسف الشديد القضيه مش مجرد ان انت قبضت على الناس الموجوده في الحدث، ولا الداعيه اليها، ولا المنظمه ليها، ده انت قبضت على ناس تانية خالص. المشكله ان في قبض يعني عشوائي. يعني ناس تانية خالص؟ قبض عشوائي، قبض عشوائي تم في الاحداث، هل لرعونه او لان كان في ضغط كبير على الشرطه او لهدف سياسي، انا مش عارف. المشكله ان في قبض عشوائي كبير جدا، أكاد أجزم بأن أكثر من 70% من المقبوض عليهم في جميع التظاهرات من 30/6 حتى يومنا هذا ناس ملهاش دعوة بالحدث تماما. ملهاش دعوة إزاي يا فندم؟ يعني حتى مش لازم يكون قتل، مش لازم يكون لمجرد أنه ماشي في الشارع جنب المظاهرة ممكن يكون اتقبض عليه. طيب يا فندم، حضرتك بتقول ان يعني اي حد كان معدي من جنب المظاهرة، اللي كان بيحصل في كرداسة ما كانش مظاهرة عادية، كان مسبحة، كان في فيديوهات بتتصور لناس، كان في احد الضباط كان يعني بيمثل بجثته، الست اللي هو نبيل فرج الشهيد طبعا اللي استشهد قدام عينينا كلنا الله يرحمه، كل الناس اللي عملت الافعال دي تمثيل بالجثث، كل ده الناس دي ما اتقبضش عليها؟ احنا شفنا معقولة؟ الحدث، كل دول هربوا؟ احنا شفنا الحدث، ما شفناش مين اللي عمله. مين اللي عمله ديت بقى المفروض جهات التحقيق بتقولها. انا في مشكله بتواجهني هنا، وكلمنا فيها مع رجال الشرطه وكلمنا فيها مع النيابه العامه، ان تحريات الامن الوطني اللي بتيجي عباره عن استامبه، تمام، محطوطه في القضيه دي وفي القضيه دي وفي القضيه دي وفي القضيه دي، بالذات بالقضايا اللي هي خاصه بالتظاهرات، مش انا يعني شايفها مش تحريات حقيقيه، وده عيب شديد. انت انزل اتعب بقى، بس خلل في التحريات. طبعا خلل في التحريات، وللاسف النيابه العامه مضطره ان هي تاخد بالتحريات. صحيح. فانا كمحامي لما اجي امسك القضيه محامي متهم عفوا لازم لازم اقدم افند كل الادله اللي قدامي واحده واحده، واشوف دي بتديني المتهم بتاعي في ايه. صحيح. فوق كل ده في عندي شيوع في الاتهامات. تمام. انا بس هستاذن حضرتك لازم يعني نفتح ايضا مره اخرى، نعود الى موضوع محاكمه الغدوة، ومعنا هاتفيا الاستاذ الدكتور سمير صبري المحامي والفقيه الدستوري. صباح الخير يا فندم. صباح النور سعادتك، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك دكتور سمير. عايزين نعرف بقى من حضرتك يعني غدا حضرتك شايف المحاكمه بكره، فاضل عليها 24 ساعه ومحاكمه في تهمه مش قليله، يا تهمه تخابر يعني تهمه شديده الحساسيه، حضرتك شايف هذه المحاكمه غدا ازاي؟ هي المحاكمه هتبدا باكر ان شاء الله في قضيه التخابر، المتهم فيها محمد مرسي ومجموعه من مكتب الارشاد
أو الإخوان الإرهابية. والمحاكمة هي بكرة طبعا جلسة إجرائية تعتبر أول جلسة هتنظر فيها دعوة التخابر. أهم من ذلك أن أكيد طبعا هيحضر برضو محمد مرسي والفرقة الإرهابية كلها، وهيكون أول دفع ليهم هو الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة ولائيا، حيث ما زالوا جميعهم بالدفاع عنهم يعتقدون أن ما زال محمد مرسي هو رئيسا شرعيا للبلاد، ثانيا أن يتم محاكمته طبقا للدستور الذي سقط مع ثورة 3 يوليو وانتهى تماما. هم مصرين على تطبيق هذا القانون الدستور والدفع بعدم الاختصاص الولائي، ثم حيبدأ بعد ذلك بعد الجلسة اللي بعد الجلسة القادمة جلسات أخرى لفض الأحراز ومواجهة المتهمين. أنا أحب أقول لحضرتك ولمشاهدينك هذه الدعوة مليئة بالمستندات، مليئة بالسيديهات والتسجيلات التي تقطع أن هناك تخابرا كان بين محمد مرسي وأعضاء مكتب الإرشاد والعناصر الحمساوية وبين وتركيا وقطر، وكلها موثقة صوت وصورة مستندية. يعني في أدلة، يعني الأدلة خلاص يعني كاملة، تكاد تكون كاملة، الأدلة دامغة، وقضايا التخابر لا يجوز فيها إلا أدلة الصوت والصورة والبصمة والمستندات الدالة على ذلك، كلها قبل تقديمها للمحاكمة الجنائية لابد أن تكون كل هذه الوثائق والأدلة الثبوت أمام النيابة العامة قبل أن يصدر قرار إحالة، لأن قضايا التخابر قضايا حساسة ولها وضع خاص لا يجوز فيها تحريات، وأكثر ما فيها هو التسجيلات الموثقة بالصوت وبالصورة. تمام دكتور سمير، تتوقع إذا كان يعني غدا هناك حكم في نهاية الجلسة تتوقع أن الحكم ده يكون بإيه؟ هو طبعا لم يكون هناك حكم آخر الجلسة، لأن هذه أول جلسة وهي جلسة إجرائية، والمحامين الحاضرين عند باقي المتهمين سوف يطلبون أجلا للإطلاع والاستعداد باعتبارها أول جلسة لها. طب إذا قلنا في نهاية المحاكمة، يعني إذا قلنا نهاية المحاكمة كلها على بعضها أيا كان وقتها، الحكم يعني حضرتك متوقعه إزاي؟ شكله إيه؟ هي هذه دعاوى التخابر مع الخارج والاستعانة بعناصر أجنبية عقوبتها عن جريمة الخيانة العظمى تصل إلى الإعدام، ولكن أرى بالنسبة لمحمد مرسي سوف تكون أشغال شقة مؤبدة. أشغال شقة مؤبدة. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ الدكتور سمير صبري المحامي والفقيه الدستوري على هذا التوضيح. أعود لحضرتك مرة أخرى أستاذ ياسر، ما رأيك فيما قيل موضوع إن هو إذا كانت المحاكمة هتنتهي بثبوت تهمة التخابر على محمد مرسي وعلى الشركاء في هذه الجريمة تصل إلى الإعدام، ليه ممكن تبقى أشغال شقة؟ لا، هو أصل محمد مرسي في القضية دي والمتقدمين كلهم كمتهمين بيعاقبوا حسب أمر الإحالة طبقا لنص المادة 77 فقرة به وفقرة د من قانون العقوبات، اللي هي بتتكلم على موضوع التخابر أو السعي للتخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم وفي زمن الحرب. وهنا في زمن الحرب بتبقى على طول إعدام، وفي زمن السلم إذا اقترن موضوع التخابر بجنايات أخرى فهذه هذا الأمر يسمح للقاضي بأن هو يدي إعدام. تمام، ده في زمن السلم. في زمن السلم إذا اقترنت بقضايا أو بجنايات أخرى. هو احنا كنا وقتها في زمن السلم يا فندم؟ احنا مش حرب ضد الإرهاب؟ لا، دي مش حرب بالمعنى اللي انت حرب بتكلمي حرب مع دول أجنبية. طيب، قضايا قتل متظاهرين متهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقضايا قتل متظاهرين متهم فيها محمد مرسي، الحكمين على الاثنين هيكون زي بعض ولا ايه الفرق؟ بص أقول ساعتك حاجة، ما الرئيس الأسبق مبارك مع وزير داخليته وكبار مساعدين وزير الداخلية محالين للمحاكمة بتهم التحريض وبرضه محمد مرسي كده واعطاء اوامر. طب محمد مرسي تحريض واعطاء برضه، ما انا هقول لحضرتك اهو، انا جاي هقول لك واحد واحد يعني. تمام، والمقارنه هقولها لك على طول يعني. طيب، واعطاء اوامر بقتل المتظاهرين، لكن لما صدر الحكم ضدهم صدر الحكم بان هم لم يحموا المتظاهرين.
لعدم وجود أدلة دامغة لدى المحكمة، أو المحكمة ارتأت كده بأن مبارك أعطى أوامر للعدلي، تمام، أو العدلي أعطى أوامر للمساعدين، وده اللي المحكمة شغالة فيه دلوقتي. ولولا حظر النشر فيها كنت قلت لحضرتك فيها حاجات أزيد من كده في قضية مبارك، تمام. أما قضية محمد مرسي الخاصة بقتل المتظاهرين فهي تكاد تكون متشابهة، ولكن مع الفارق الكبير بأن هناك شهود من كبار رجال الدولة والمقربين لرئيس الجمهورية في هذا الوقت شهدوا على محمد مرسي، لم يشهدوا على حسني مبارك. يعني هنا الفرق ان في هنا شهود، بالظبط، في شهود وشهود من المقربين زي رئيس الحرس الجمهوري وزي وزير داخليته احمد جمال الدين وبعض رجال الموكب الخاص بمحمد مرسي، رئيس شرطة الموكب وبعض ضباطه والحرس الجمهوري وبعض ضباطه. مقربين يعني دول مقربين يعني شايفين اللي حصل ايه. فدول كلهم شهود على محمد مرسي. لذلك كنت ارى دائما واقول دائما ان محاكمة مرسي في قضية الاتحادية اسهل بكثير من محاكمة حسني مبارك، لان في حسني مبارك ما زلنا حتى اليوم نبحث عن ادلة، اما في مرسي فالادلة متوفرة. ده الفرق بين قضية الاتحادية اللي بيحاكم عليها محمد مرسي عن قتل متظاهرين، وبين حسني مبارك هو بيحاكم برضو عن قتل متظاهرين. تمام. محمد مرسي له قضية أخرى يعني برضو بتعتبر من القضايا اللي بتثير جدلا كبيرا، وهي قضية فتح السجون. تمام. عايزين نعرف تفاصيل من حضرتك على موضوع قضية فتح السجون، أثرت العديد والعديد من التساؤلات وأيضا الترويع ومفاجآت الحقيقة لما شفنا أن السجون اتفتحت بهذا الشكل المنظم. هو قضية فتح السجون مقدم فيها 131 متهم مقسمين على فاعلين أصليين ومحرضين، فهم بالتالي مشتركون في إيه؟ في القضية، في الجرم نفسه. من 1 لـ 71 جميعهم فلسطينيين. جميعهم من رقم واحد من رقم 71 فلسطينيين 72 لـ 76 مصريين مساعدين ليهم، اللي هم الراجل بتاع اللوادر والمساعدين بتوعه الشركاء ساعدوهم على فتح السجون باستخدام اللوادر. تمام. من 77 اللي هو محمد بديع وباقي اعضاء مكتب، يعني بعض من اعضاء مكتب الارشاد وبعض الموجودين في السجن ساعتها، لحد 130 مشتركين، 131 اخفى بعض المسجونين. المتهم رقم 131 اخفى بعض المسجونين، ده الوحيد. محمد مرسي هو المتهم رقم 83 في هذه القضيه. تمام. اسندت اليهم بقى اتهامات الاشتراك بان هم عملوا افعال معينه، غير ان هو هارب. يعني محمد مرسي كان لما دخل ساعتها قالوا هارب، كان دخل يوم 26 يناير وتهرب يوم 28 يناير، او هرب يوم 28 يناير، دي عقوبتها حبس بسيط. تمام. ان هو محكوم او محتجز او محكوم عليه بياخد حبس بالسجن. حبس بسيط. اما مشكلته بقى في ان هو اشترك في فتح السجون، فهناك ادله على ذلك. هو من أقر على بعض المتهمين مجرد اتصاله اللي حصل يوم 29 يناير بتليفون السورية بقناة الجزيرة، وأقر بأسماء 35 واحد كانوا معاه. دي ده أول دليل. ما هو ذكاؤه دايما على طول بيأذيه وبيأذي اللي حواليه. برضو تاني. هو عنده بس من هم ما بيعترفوش. أصل المشكلة أستاذ ياسر إن هم ما بيعترفوش بالمحاكمة نفسها، يعني هم عندهم حتى قيادتهم والناس اللي يعني اللي لسه بيأيدوهم لغاية دلوقتي في الشارع المصري يقول لك لا دي المحاكمة دي محاكمة هزلية ومحاكمة مش شرعية ومحاكمة مالهاش. إزاي يعني؟ هو بيخطأ. هم واحد بيشككوا في المحاكمة، واثنين بيشككوا في القضاء، علما بان لما تيجي تقول لهم انت بقيت رئيس جمهوريه ازاي يقول لك بناء على انتخابات نزيهه. طيب. انتخابات نزيهه مين اللي اشرف عليها؟ القضاء. القضاء. ما هو نفس القضاء اللي انت بتشكك فيه. هو القضاء ما اتغيرش. اذا كان نزيه في انتخاباتكم فهو نزيه في محاكماتكم. وهي برضو نفس يعني نفس القضاء اللي بيحاكم حسني مبارك. بالظبط. يعني احنا عايزين بس نفهم الناس ان فاذا كان القضاء في وجهه نظر الاخوان المسلمين
مش نزيه فانتخاباتهم مش نزيهة فبالتالي هم غير شرعيين. فالكلام يعود عليه ولا يجزأ كما حدث مع الدكتور سليم العوا برضو في اللي بيتكلم فيه في عدم دستورية المحاكمة. اجتزا شيء من دستور 2014 وقال ان بناء عليه المحاكمه غير دستوريه لانه ده رئيس جمهوريه المفروض يتحاكم بمحاكمه خاصه. ونسي ان الدستور اللي انت بتتكلم فيه وتاخد منه الماده ديت هو نفسه الدستور اللي فيه احكام انتقاليه وبتقول ان في انتخابات رئاسه الجمهوريه وبيتكلم على ان مفيش حاجه اسمها محمد مرسي، يعني بيقول ان محمد مرسي مش رئيس جمهوريه. فهو نفس المبدا بالظبط. فالعيب في القضاء اللي هم بيقولوا ان هو محاكمات هزليه بيعود عليهم سلبا وإيجابا. بالضبط. طيب عايزة أرجع تاني موضوع فتح السجون واللي حصل بقى بعد كده، يعني كل المتهمين دول والأعضاء حماس والفلسطينيين الناس دي كلها عندما تم تهريبها من السجن طبعا اتهم فيها النظام الأسبق ان هم قالوا لا دول هي كانت إشاعة ان يعني وكان بصراحة غير قريبة للعقل ان حبيب العدل فتح السجون علشان يرهب جموع المصريين بان هو بيخرج المحكوم عليهم جنائيا. لو اعملنا العقل، وانا ضد حبيب العدل في القضية وما زلت ضده حتى الان وبطلب بمحاكمته، لكن عقليا ومنطقيا اما اجي اشوف الموضوع انا وزير داخلية وعندي قلق في البلد وكل وزير داخلية في مصر بيتشال بناء على حادثة ارهابية بتحصل. هو جاي حبيب العدل نفسه جاي اعقاب حادثه ارهابيه حصلت في عهد حسن الالفي. فجي بعديها حبيب العدل، ما كانش حسن الالفي ليه دعوه بالموضوع، ولكن لانه اعتبرته رئيسه الجمهوريه ان هو اهمل فشالته وجابت واحد تاني. فازاي بقى انا هقول ان انا هفتح السجون وازود رعب في البلد واضعف من موقفي انا كوزير داخليه؟ فالموضوع غير منطقي. تمام. خاصة لو بصينا بقى للي حصل، اللي حصل ان فتح 3 سجون بس. كان في محاولة لفتح رابع اللي هو الغربانيات ما قدروش عليه، ده كان أول حاجة. بعد كده اتفتح وادي النطرون، المرج، أبو زعبل. بعيداً بقى عن في ناس برضو عندها لبس عن موضوع سجن القطة اللي قتل فيه اللواء البطران. وبيحاولوا يربطوا بإن اللواء البطران اتقتل عشان رفض فتح السجون. الكلام ده وبعد ما اتقتل بدأت تتفتح السجون. الكلام ده يعني عاري تماما من الصحة. اللواء البطران كان بيلف على السجون علشان يطمن، حصل شغب في موضوع سجن القطة وتم قتله لأحداث معينة خاصة بقضية خاصة لوحدها تماما ملهاش دعوة تماما. تمام. عندي بقى 3 سجون تانيين. 3 سجون دول فيها العناصر الحمسوية والعناصر الجهادية وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، هم دول اللي تم تهريبهم. يعني إذن أنتم مستفيدون بأعمال العقل كده، وهم أيضا مستفيدين من أن هم يعني يثيروا شائعة كهذه برضو علشان يشيلوا. احنا كنا عايشين في شائعات في 28 يناير، شائعات كبيرة جدا طبعا. استغلوا نزول الشارع المصري والمواطن البسيط وغير البسيط والمواطن الثوري وغير الثوري للشارع المصري بالزبط. احتجاجا على أمور في البلد. استغلوا هذا الأمر بأشياء دموية. صحيح، هي كانت فرصة وكانت مش هتجيلهم الفرصة إذا لم وهم استغلوها أحسن استغلال ونجحوا فيها تماما. طيب حمام أستاذ ياسر، أنا طبعا يعني هناك العديد والعديد من الملابسات والتفاصيل كنا نود أن نعلمها، ولكن إن شاء الله سنعلمها في حلقات قادمة طبعا لضيق الوقت. ولكن في النهاية هسأل حضرتك سؤال مرة أخرى مباشر، هل تشهد مصر إعدام أول رئيس جمهورية في يعني في التاريخ بهذا الشكل وبهذه المحاكمة؟ خلينا نقول تخابر، يعني خيانة، يعني محاكمة بتهمة مشينة. والله قد يكون ذلك، لأن حتى الثلاثة قضايا اللي معروض مرسي فيهم كمتهم كل واحدة فيهم بتصل فيها الحكم فيها للإعدام. الثلاث قضايا التانية هم ثلاث قضايا كلهم التخابر وفتح السجون وقتل المتظاهرين، كل واحدة فيهم بتصل فيها للإعدام. طيب. فمش هتجل يعني من الثلاثة واحدة، أكيد هيصدر في واحدة. طيب أنا طبعا في النهاية بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتحية، وحضرتك نورتنا الأستاذ ياسر السيد أحمد المحامي، بشكرك شكرا جزيلا وإلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا بعد الفاصل ابقوا معنا وفقرتنا الأسبوعية مصر الحلوة.